بهذا الفيديو أنا جايب لكم هدف محمود المواسي اللي سجله البارح مع ناديه الشرطة العراقي، وبهدف محمود المواسي الوحيد بالمباراة اللي انتهت 1-0، انتصر نادي الشرطة على نادي نوروز وبقي معتليا لصدارة الدوري العراقي. خلونا نشوف هدف محمود المواسي سوية، ولكن قبل ما نشوف هدف المواس ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشوفوا هذا هدف محمود المواس، هدف جميل جدا بتقويسه من منطقة بعيدة جدا عن المرمى وبتسديده متقنة من لاعبنا محمود المواس، أسكن الكرة بشباك نادي نوروز. طبعا نادي محمود المواس حاليا يمتلك 67 نقطة، متصدرا للدوري العراقي بالمركز الثاني القوة الجوية. وطبعا حاليا أندية الدوري العراقي لعبانين 32 مباراة. طبعا الدوري العراقي بصراحة هو أكثر دوري برأيي متعب جدا ومرهق للغاية، لأنه بالدوري الممتاز في 20 نادي، يعني كل نادي بده يلعب 38 مباراة. فللآن الدوري العراقي لم يحسم، هنالك احتدام ما بين الشرطة العراقي وما بين القوة الجوية العراقي على مسألة اللقب العراقي. محمود المواس ما شاء الله بالمباريات الماضية لم يتألق، ولكن شهد تألقه بالمباراة اللي حدثت تحديدا امبارح وأنقذ فريقه وجلب له 3 نقاط بس. والله هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى لايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.